عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نخدمه واحد التمرين في الشابيتر الثانية في لا جيستيون فينونسيير، وخصيصا واحد طالب من مكناس سميتو عثمان اللي كان راسلنا بواحد التمرين ما كانش فهمه، وبزاف ديال الطلبه اللي تراسلوني في على الصفحه في فيسبوك بالنسبه للشابتر الثانيه ديال لا جيستيون فينونسيير. اذا نشوفوا هاد التمرين، هذا راني حطيتو حتى في لاباج فيسبوك. اذا التمرين على التالي، قال لك لونتربريز اكس envisage un investissement de 1 million de dirhams. Il étudie plusieurs modes de financement afin d'apprécier l'influence de son endettement sur la rentabilité de ses capitaux en fonction des hypothèses suivantes. Il donne maintenant les financements sans emprunt, c'est-à-dire à 40% par l'emprunt 40% ou le taux d'intérêt à 10% ou l'emprunt à 40% ou le taux d'intérêt à 10% و الثالث 60% و 80%. اذا السؤال قالنا غادي نحسبوا، عطاونا واحد لو طو ديال لا رونتابيليتي ايكونوميك اللي هو 20% و لو طو دامبوزيسيون اللي هو 30%. الوغ قالوا لنا نحسبوا لا رونتابيليتي فينونسيير ديال شاك ايبوتيز. اذا لا رونتابيليتي فينونسيير باش غادي نحسبوها في شاك ايبوتيز لي سويفونت. اذا غادي نبداو اولا شنو هي شنو كتساوي شنو لا فورمول ديال هاد لا رونتابيليتي فينونسيير. اذا لا رونتابيليتي فينونسيير هي لا ريزولتا نت، ريزولتا ابري امبو سور لي كابيتو بروبر. اذا الى جينا نقلبو مع نجبرو لا ريزولتا نت لا كابيتو بروبر، اذا هادو بجوج مجاهيل اللي غادي نحسبوهم من بعد. اذا الكابيتو بروبر شنو هو؟ الكابيتو بروبر هو الكابيتال انفيستي اللي عندنا ديجا في التمرين اللي هو 1 مليون درهم ناقص دوك لي ديت. ولي ديت شنو هما؟ هما لي زومبران حتى هما معطيين. اذا هاد الكابيتو بروبر غادي نخرجوه من خلال التمرين. ندوزو دابا للريزولتا نيت. ريزولتا نيت شنو كتساوي؟ ريزولتا نيت هي ريزولتا افون امبو فوا 70%، اما فوا 70% او بيان ريزولتا افون امبو ناقص ريزولتا افون امبو فوا 30%. حنا باختصار كنضربوها في 70% وكتعطينا ديريكتومون لو مونتو. اذا هي هذه الريزولتا نيت. موراها عندنا الريزولتا افون امبو كي غادي نخرجوها. الريزولتا افون امبو هي ريزولتا ديكسبلواتاسيون ناقص لي شارج فينونسيير. عاوتاني عندنا هنايا جوج المجاهيل اللي هما الريزولتا ديكسبلواتاسيون و لي شارج فينونسيير. ريزولتا ديكسبلواتاسيون عاوتاني كي كنديرو نحسبوها هي اما لي برودوي ديكسبلواتاسيون موان لي شارج ديكسبلواتاسيون، الا كان عندنا دي في لي دوني دي برودوي و دي شارج، ولا كنديرو تو سامبلومون كابيتال انفيستي فوا لو طو دو لا رونتابيليتي ايكونوميك. او لي شارج فينونسيير هما معروفين، هما لي ديت بيان لي زومبران فوا لو طو دانتيري تو سامبلومون. Capital. Résultat d'exploitation ou capital investi fois le taux de rentabilité économique ou les charges financières ou les dettes fois le taux d'intérêt. Idem, bah, tariqa hadi, nqdou nouslo la rentabilité financière. Idem, les données koulhom عندنا في الاكزرسيس ديالنا ما علينا الا نطبقوا لي فورمول ديالنا. اذا بامكاننا نجمعوا هذا الشيء اللي درناه في واحد الطابلو باش بور بيان اورغانيزي هاد لي زانفورماسيون اللي عندنا. كالتالي كما كتشوفوا عندنا الفينانسمون الاول 100 امبران، الثاني لومبران دو 40%، الثالث هو 40% والسادس اللي هو 60%.
وعندنا في لي ليني عندنا الكابيتال انفيستي كما كتشوفوها نتوما لا رونتابيليتي فينونسيير كنخرجوها بلا رونتابي بالريزولتا نيت موراها ريزولتا افون امبو لي شارج فينونسيير. المهم هادشي كنستفوه في هاد الدول غير باش يخرج لنا لي ريزولتا مضبوطة على الشكل التالي.